اهلا بحضراتكم من جديد. قلنا لكم قبل كده ان واحد من اهداف ملك وكتابه اظهار الحقيقه بالنسبه للنادي الاهلي والدفاع عن صوره النادي الاهلي قبل حتى حقوق النادي، لان صوره النادي هي المهمه جدا. ولما كان البعض بيحاول يسيء لصوره النادي الاهلي وتصرفات النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي، كان بتبقى وجهه نظرنا انه تعديل الوضع والرد عليه بالحقائق من شانه انه يوصل للناس اللي بره مصر بنحسن الظن بالظبط ان عنده معلومات غلط، وبنقول انه ربما تكون الصوره واصله له غلط، فبنحاول نوضح الصوره بالمعلومه وبالمستند وبالمنطق وباحترام حتى حقوق المنافسه والزماله. الزميل عبد الله الكعبي في قناه عجمان قال راي مهم على الاهلي. النادي الاهلي المصري يصنع الامجاد في كل وقت وزمان، ماضيه التليد ينادي حاضره المجيد ويخاطب التاريخ ليبني المستقبل العتيد. هذا هو الاهلي، اعظم نادي في الكون كما يسميه محبيه وعاشقيه. اساطيره يملؤون الدنيا بامجادهم الغابره المليئه بالشرف والسوده، سواء في الملاعب او حجر الاداره. وعندما نتكلم عن اساطير الاهلي نقف عند المعلم الكبير قائد الانجازات التاريخيه لاعبا ورئيسا، الكابتن محمود الخطيب، الذي قهر الأزمات بهدوءه واتزانه وقدراته الإدارية المعهودة، وأكيد راسخ مفاهيم الفوز والبطولات لدى الجميع. وأحد أكبر مخارج إدارة الأهلي طبعا التعاقد مع موسيماني المدرب القدير المحظوظ بالأهلي وثقافة الأهلي، وسيبقى الأهلي دوما فوق الجميع. هو الحرص على ان احنا نجيب هذا الراي بصوت وصوره من الاعلامي الزميل عبد الله الكعبي نوع من الامانه المهنيه. احنا لما كنا بنوجه له ما يشبه العتاب كنا بنوجه له على اساس انه قال كلام مغلوط. احنا قلنا له هنحسن الظن ونقول انك قلته بناء على معلومات خاطئه، ولذلك أفرضنا المعلومات أمامه لم يكن موقفا شخصيا. فكونه النهاردة يعني هو بينصف النادي الأهلي بهذا الأسلوب، نقول له لهذا جوعنا الحوار، نناقش العقلاء باستمرار ونخاطب الضمائر الحية. شكرا أستاذ عبد الله. الأستاذ عبدالله الكعبي في نهاية كلامه أشار إلى أهمية قرار الكابتن محمود الخطيب بالتعاقد مع بيتسو موسيماني، وقال إن الراجل عامل تجربة هايلة جدا ونجاحات كبيرة،